الله يحييك. اهلا وسهلا، نورتنا ومرحبا. الله يحييك. طبعا احنا متجر الصدقه الجاريه، تابعين لجمعيه البر بالمدينه المنوره. عندنا وقف اسمه وقف الصدقه. وقف الصدقه له عده انشطه في المدينه المنوره. ما شاء الله. رئيس مجلس الاداره الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز يتابعهم بخطوه خطوه. عندنا اكثر من 41 الف يتيم تحت الجمعيه، عندنا اكثر من 35 الف اسره استفادت من الاسكان من تبع الجمعيه. عندنا اكثر من 41 الف مستفيد في الجمعيه، عندنا كسوه الشتاء، كسوه الصيف، عندنا عده انشطه في الجمعيه. ما شاء الله. الوقف اللي جاري العمل عليها الان يقع بين الحرم النبوي وبين مسجد قباء، يعني يمكن يبعد من الحرم النبوي 10 دقائق واقل بطريق السياره، والوقف شغالين فيه على قدم وساق. الهدف انه يكون ريعه وخراجه والاستفاده منه لدعم المشاريع تحت الجمعيه. ما شاء الله. وصلنا 25% في المرحله الاولى من تغطيه مشروع الوقف، فحابين نسمع منك كلمه كذا عن الوقف وعن الاوقاف. بهذه المناسبه يعني السوشيال ميديا صحيح لها سلبيات لكن لها ايجابيات. من اهم ايجابيات انه، وهذه ليست مجامله، هذا واقع، انه الشعب السعودي في هذه الامور متكاتف. يعني مجرد ما انه يتاكد بان هذا المبالغ اللي هو يدفعها تذهب لشيء يستفاد منه مثل ما تفعلون، انا متاكد بانها راح تغلق بشكل كبير. واحنا قاعدين نشوف الان الحالات اللي قاعده تصير مثلا، وكيف انها تقفل بنص يوم ويوم. فما احنا خوف ان شاء الله بوجود يعني حبايبنا اللي بالسوشيال ميديا بانهم يدعمون، لكن انا وش تمروني فيه؟ يعني هل مثلا حسابي فهو تحت امرك؟ الله يعني يطول عمرك. كان في تويتر او اي حسابات موجوده يعني ينمون عليها، فهذه باذن الله راح تساعد. يا ابو محمد شيء غير مستغرب منك. لا هذا واجب، وحنا ما نستغني دوره الاجر يا طول عمرك. والله ما نستغني عن دعمكم يا ابو محمد ابد ابد. وبما انك توك جاينا من متجر الهدايا، فاحنا عندنا باسم اسره البرنامج وباسم جمعيه البر بالمدينه المنوره نهدي لك سهم الله في الجمعيه. الله يجزاك خير. وانت عن طريقك تهديه لمن تحب. شرف لي. الله يطول عمرك. هذا هو السهم. طبعا عندنا الاسهم تبدا من 100 ريال للسهم الواحد، ما شاء الله. والوالدين 300 ريال الى 3000 ريال للمتر المربع في الوقف. فحنا نهدي لك قيمه سهم 100 ريال، وانت بدورك تهديه لمن تحب يا ابو محمد. وشرفتنا والله يحييك. انتم كريمين وعلى ما قالوا حنا نستاهل. الله يجزاك الله خير. الله يحييك يا ابو محمد. شرفتنا يا ابو محمد. الله يحفظك. مرحبا لك. الله يحييك الغالي. طول عمرك. شوالي طيبه بالنبي تاخيا وتالفا، ولمن تصدق او عساه في المدينه.